بخير عليكم الاميمات دياولي اخواتاتي الفاميلة لبس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بألف صحة جيدة، فرحانين وناشطين وفيقين بواحد الطاقة ايجابية وفرحانين مع وليداتكم. الله يبعد عليكم كل حاجة خايبة. اول حاجة البنات كيف ديما بغيتكم تديروا لي واحد اللايك ما تنساوش ليا، فضلا منكم هكا كيحفز ناس اخرين كيشوفوا لا فيديو ومنها كنعرف لا فيديو عجبكم. عافاكم البنات الا ما تنساونيش باللايكات كي ديما. الله يخليكم ليا ويبعد عليكم كل حاجة خايبة. المهم البنات اليوم نهار جديد، فيديو جديد، وحق الله ما كانش عندي الوقت كاع، مزروبه الصباح هذا، مزروبه محتجات في المدرسه وبغيت نمشي، عندي ما نقدي بزاف ديال الحوايج. عندي واحد الفرحه صراحه في قلبي، عندي واحد الحفل لاستعدادات الحفل غنبارطاجيها معكم، شي حاجه بسيطه شي حاجه متواضعه، اهم حاجه هو نفرحوا بوليداتنا، ماشي غادي ندير حفل اسطوري ولا غندير شي حاجه، انما كل انسان كيمشي على قد الجهد ديالو كيدير لوليداتو، كل واحد على قد الجهد ديالو كيفرح وليداتو. هادشي اللي اهم حاجه هو نفرحو ونتجمعو مع عائلتنا ومع احبابنا ومع صحابنا وندير شي حاجه هكا زوينه نفرح بها ولدي ولدكم. فرتوته راه فرتوته ما بقاش اختي ولدي، ولا العالم كله كيسول فيه بفرتوته مول الزيتونه. المهم جاد فرتوته عنده عيد ميلاد ان شاء الله بيقفل 3 سنين بطولة العمر ديالو، يا ربي تحفظوا ليا، يا ربي تخلي ليا. عرفتي واحد ستريس البنات بحال بيت نجوجو، والله القسم فرحانه بزاف، وكان اسعد يوم في حياتي نهار فاش ولدت جد، اسعد يوم في حياتي هو فاش ولدته. الله يفرح كل وحده محرومه، الله يرزق كل وحده بالدريه الصالحه، الله يعطيكم ما نويتو كاملين. ودابا البنات غادي نمشي للمدينه نحيز فريتي، غادي نتغدى. والله ما كنتش بغيت نصور حيتاش مزروبه مشى عليا الحال، ولكن قلت انا خواتاتي كي كنبارطاجي معاهم اي حاجه زوينه خايبه اي حاجه، المهم كنبارطاجي معاكم حياتي، الناس اللي كيبغيوني وهاكا متبعيني ومتبغين اي حاجه تاعتي كيبغيو يعرفوا عليا الشاده والفاده. مثال يا اختي مثال مراكشي كنقولوا حنا المراكشيين الشاده والفاده. المهم هضرتك يا ماما، ماما صغيره هي انا. المهم بغيت هكا نمشي نشري ليه شي حاجه نفرحوا بها، هكا ديكوراسيون ديال سبيدرمان كيحماق على شي حاجه سميتها سبيدرمان، اي حاجه صنداره كيبغيها سبيدرمان، اي حاجه المهم في حوايجو كيبقى يقول لي شري ليا سبيدرمان كيبغيها، نشري ليه داك الموتيف تاع سبيدرمان. اكيد خواتاتي غنبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله، والله يقدرني نفرحه، والله يخليكم ليا على نصائحكم على هضرتكم وكديروني اختكم، وكل واحد فيكم كيقول لي شي كلمه كيف ما كانت الله يخليكم ليا وحفظكم ليا. المهم بلا ما نطول بلا بلا، انا فرحانه اختي مت العريس، خصني نمشي ندي ولدي نجلي الحنه المزوارات وخاصني نفرح به. اي والله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم. المهم انا فرحانه بفرتوته ديالي، وراني تا فرتوته هي فرتيته وحده هي اللي عندي، يا ربي تحفظو يا ربي تخلي ليا ويا ربي حتى نشوفو في كي بغيتو يا سيدي ربي، تا نتوما وليداتكم يفرحكم بهم الله وتشوفوهم كيف ما بغيتو. ايوا صافي البنات غنمشي دابا ندي فرتوته ديالي ندي ليكول ونمشي نحيز فريتي نتغدى، المهم اللي كان غنبارطاجي مع خواتاتي. رجعت معكم دابا صافي، كنت في الحيز فريتي كيف ما وريتكم، هي تعيط لي ماما قالت لي والو جيت تغداي معنا، راه دايره واحد الشيبه، المهم دايره السفه، كاين اللي كيقول لها المدفونه. المهم كل واحد شنو كيقول لها. عرفتي البنات عييت من الصباح وانا جري جري، بزاف ديال الحوايج ما وريتهم لكمش، المهم حتى نمشي للدار غادي نوريكم نبارطاجي معكم اشنو شريت. ايوا صافي يعني عند ماما تحشتو هضرت عياك، يلا تهضر معكم ماما وتبارطاجي معكم هاك المدفونه، لقيتها ديجا طيبتها غير نوريكم الطريقه ديالها وصافي. السلام عليكم المتتبعات الغزالات الكبيدات الوريدات، ولفتكم تسلم عليكم الله يحفظكم. ديك اللي قالت لي الدعم معها انها باش ما يطيح لها بنادم، الله يعطيها الطريقه الصالحه ويعطيها الدريه. واحد البنت واحد السيده قالت لي بنتها بغات ليها الزوج الصالح، الله يصاوب لهم. لا تزربش الزواج راه ماشي صراحه في دقيقه تجوجي، ولكن خاصك الراجل المناسب. والله يسهل على كل وحده بغات الوليدات، الله يسهل عليكم البنات كاملين، وماما كتجي معاكم كاملين كاملين، الله يحفظ لكم وليداتكم وتهلاو في وليداتكم. شوف البنات والله ما تتاكلي اللي كتب لك الله، والله ما عارفه ماما انا دايره لا سفه لا والو، كنت في المدينه ومسكينه عشقات عليا قالت لي جي تاكليها، راني دايره المدفونه جي. اي والله يخليك عاد الدجاج عاد الدجاج مصمم بالقرفه وداكشي
مازال تلحيدو كي البسطيله، تتحيديه وديري هكاك وديري بلا عضومه، بلا عضومه، وديري المريقه وديري هانتوما هانتوما معانا. هانتوما دابا وليتي وليتو الفاميله، هانتوما اما اللوز مهرمش اما كوكب مهرمش اللي كاين عندك، والقرفه القرفه بلا تلحط الماتيريال. ماما ما نسات ليش وليداتي، شوف مسكينه الله يسقات المروه وجات، قالت لي المروه وجات وهي عايشك الصحة ميمتي، جات حتى للديكوراسيون. ها جيتي حتى للديكوراسيون، راه تيتشارج التليفون. نتوما البنات، ها ها هو حق وليداتي اختي، ما تنسى ليا جاتو مروه. ها نتوما ما تجليش السلوفان، تنتي معايا بنادم ولي ياكل ويوكل ويدي معاه لازز على ميمتو. فرتوتة أمو الزيتونة، أه يا جاد يا فرتوتة. شكون فرتوتة؟ شكون؟ أنا أنا. دابا قول لي دابا هاد فرتوتة أشنو عنده؟ أش عندك؟ أش بينا نديرو ليك؟ أش بينا نديرو ليك؟ كلينا. أه أش بيقولوا لك؟ أش بيقولوا لك؟ قول لهم. حلوة تشاشا. سنة حلوة شكون؟ جاد. جاد أش؟ فرتوتة. فرتوتة جد اش؟ فرتوتة خصنا نديرو دابا حنا في الكاطو، جد فرتوتة ياك؟ نوريهم بونبون. زوين 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 والله لا بوقص، افرتوتوتا امو الزيتونة. مهم البنات صافي، من بعد ما ساليت من عند ماما مشيت جبت الوليدات من المدرسة، وجيت دابا باش نبارطاجي معكم اشنو شريت الاستعدادات ديال الحفل ديال فرتوتة. المهم نوريوهم ياك جات. المهم عرفتوا البنات داكشي الموتيف اللي قلت لكم تيبغي جد هو سبايدرمان، شريت ليه على كتفك ديال سبايدرمان اللي تيكونوا فيه بحال هكا، يعني كلشي كيكونوا فيه لي غوبلي هادو كاينو فيه معلقة هكا ديال سبايدرمان. اه بتشوفو فين صافي، يلا واحد ليا نتا هنا تبقى حدايا باش يقولوا جات زوين ما كيديش لها تصاب. معلقة تيكون فيها لا لاب، حيتاش كاين جوج انواع ديال الباك هذا ديال سبايدرمان، كاين داك الصغير وكاين الكبير، انا خديت ليه الكبير، هذا فيه لا لاب ديال الطبلة، سمحوا لي نقاد التصوير، هذا لا لاب كبير ديال الطبلة، هادو هادو الزوايا تاع الوليدات هكا الزوايات، هادو الطويصلات. واش انت كتعاود هضرتي باباغيون؟ وهذا البنات تتعلق بحال هكا ايه بحال هكا كتعلق، شد معايا هكا بحال هادي تتعلق بحال هادي ديال سبايدرمان. المهم هاكا الوليدات اللي عزيز عليهم هاد الموتيف، دابا جات صوا نضرب كلشي سبايدرمان اي حاجة. واخا دابا نوريهم، ها نوريهم كلشي. وهادو سيرفيت هاكا ديال سبايدرمان، زكا شفتو فيها جات شوما واش انت شفتو فيها جات شوما؟ دابا كاين تاني هذا ديال سبايدرمان، هذا الماسك يلبسو الوليدات دابا. اه شي ديالك انت، انا ديال من كاين هاد الطريبشة ديال سبايدرمان ديال انا، كلشي هادشي ديال جادو ديال فرتوتة هادشي. وهادو لي بايل ديال سبايدرمان، هادو لي بايل نحطو اها. هادو البنات هادو جاو لي كاب كيك ديال سبايدرمان، هادو بغيت نصاوبهم. بالنسبه للبنات للتحضيرات صراحه غادي نصاوب كل شيء في الدار، يعني التحضير يعني في ميزون، وكاين شي حوايج بتصاوبهم ليا صاحبتي، واخا شي حوايج بتصاوبهم ليا صاحبتي حسنا، وانا غادي نصاوب داكشي ديال الدار صافي. واخا تصايب ليا دوك نصاوب ليا كامل خاك حدايا، خليتها ماما ماما تتقول. هادو البنات زوينين، هادو ديال لي كاب كيك، اه كلشي هادشي ديال ولدي. ها هما البنات ديال سبايدرمان، وخديت شكيل اخر دابا نوري لكم. المهم هادو ديال سبايدرمان، ها هو
ما تشتفش ليا ما تشتفش ليا. ها شي البنات كيف ما قلت لكم خديتو الحيز الزفريتي ما صورت لكمش. واخا يلا نزل نزل هاد كلشي باش تشتفي لي. لا ما طلبتكش تجيبو. يلا قلت لكم البنات هاد الشيء كلشي خديتو من حيز الزفريتي هو اللي عندنا حنا هنا في مراكش. واحد البلاصه تكون خاصه بهادشي ديال الحفلات والاعراس. الناس مراكش راه عارفين. خديت ليه هنايا سميتو اشنو سميتك؟ جاد. ها هي خديت ليه جاد اي بومبو. وخديت ليه هادي فيها تخوازون. راه جاد بيكمل تخوازون كتضلوا تسولوني عليه دابا بيقفل ان شاء الله تخوازون. ها هي جاد هنايا وتخوازون. هاديك بتقطعها هاديك ما غادي توصل تما تقطع وزك ما بقيتش تقطع هادشي. يلا سير حدا مروه تمشي حدا مروه صافي راه هضرتي معاهم شافوك. سير حبيبي حدا مروه سير باش نجيو لجينا حتى واحد الحاجه زوينه. لا خصني نغسل ليك الفريز. سير هز لا ما مغسولش سير تما غسل ليك. بالنسبه للبنات لي بالون كلشي خديت ليه على حساب الموتيف ديال سبايدرمان احمر وزرق. اوا احمر زرق خديت ليه الشوكولا هنايا زرق. خديت ليه هنايا هاد المسيكات ولا بونبون ولا احمر زرق. خديت ليه هنا ميلونج ديال كراميل فانيد كاع داكشي اللي كيبغيو الوليدات هنايا احمر زرق كلشي احمر زرق. هادي حتى هي ديال سبايدرمان هادي السوسيت بصاصه الوليدات الصغيورين. عرفتوا راه اصلا لانيفيرسير يعني ديال الوليدات الصغيورين وهادشي كيبغيو ضروري احمر زرق. بالنسبه لهادو ديال حتى هما خديت نكمل معاكم شي تسديت على جد باش قلت مع اختو باش هكا على راحتي نوريكم. المهم خديت هادو ديال لي بوب كورن الوليدات ضروري هكا هكا كيداروا على هذا الشكل هكا كيتحط فيهم البوب كورن تاع سبايدرمان حتى هي خديتها. المهم خديت باكيتا هي وخديت هذا الشكل حيت ما لقيتش بزاف من سبايدرمان خديت هذا الشكل. المهم زرق خديت هادو خديت هادو. بالنسبه لهادو فين بحال ديري فيهم لي سوربريز للوليدات كيجيو على هذا الشكل حال هادو ديري لي فيهم لي بونبون ديري لي فيهم. المهم كل واحد فاش يمشي تجي مع سوفونير بتيت سوفونير فيها هكا شي حاجه نديرها لهم باش يجي معاهم كل وليد ولا بنيه تجي مع سوفونير ديال جادو هكا عجبني بهذا الشكل. المهم هنا سبايدرمان خارجه هاد الزواقه بحال هكا. المهم خديت هنايا هنايا هما خديت بزاف هنايا حتى نصاوبهم ها هما خديت بزاف وهادي راه صابتها باش نوريكم الشكل ديالها. كيف ما قلت لكم البنات التحضيرات كل هذاك الشيء غادي نصاوبو في الدار من غير الكارطو ديال لانيفيرسير راه هي اللي غادي نكوموندي كومونديتو ديجا داك الشيء اللي قلت لكم. اما داك الشيء التحضيرات المهم بغيتي حاجه تكون هكا نصاوبها من يديا واخا الا لقيت كندير غنبارطاجي معكم صراحه كي يعني غنبارطاجي معكم كي صاوب داك الشيء ما كفانيش مع ستريس والوقيطه غادي نوجد داكشي اللي وجدت من بعد كل حاجه نوريكم شنو كي درت ما غاديش ندير شي حاجه. المهم كي قلت لكم ماشي انيفيرسير اوستوري انما بغيت نفرح بالفرتوته ديالي بغيت نفرح به على قد المستطاع ديالي كلو كيمشي على قياسه ما كيتعلقش كي تنقول لكم ديما الواحد ما يتعلقش فين يتفلق يجيبها فراسو. صافي هادشي وريت لكم هادشي الوليدات نوريكم لبسات مروه هادي ديجا كنت وريتها لكم وما لبستهاش قلت لها خليها حتى لانيفيرسير ديال خوك. هاد لا روب كتجي هكا طويله تجي حتى الشكل ركيبات. خديت لها معاها هادو عرفتي مروه حمقوها وهاد الشيء دابا عرفتي الوليدات هاد الشيء تيك توك هكا كيجي في اللبسه برود كان واعر البنات عرفتي حمق كي جاها في اللبسه كيحمق ها هو البنات شوفوه المهم الاميره ها نتوما لا برينسيس راه ما كان نقول لكمش لا برينسيس هكاك
ها هو التاج. نخسروا لها دبر معايا. الله الا الاميره كوثر. وخديت لها ليبا ليهم. شحال قلبنا لها على سميتها هكا في النوار، صراحه ما لقيتهاش ليها. ايوا العريس مولاي السلطان هز عينيك تشوف الزين. اه يا مولاي السلطان هز عينيك تشوف الزين. شي اغنيه تاع اللي عندها وليد واحد. عندي قليب واحد لمن انا نهديه، جاد اللي كان بغيه. انتم البنات انتم على العريس ديالي. يا خيري يا خيري حفظوا مولانا. بلاتي نكحز الكاميرا باش يبان لكم العريس. المهم هاد اللبسه البنات من وايكيكي، هادي من إلسي وايكيكي. شوميز بهاد السريويل هادو كيعجبوني هادو بالبابيون. يا اختي راه ما بقى ساهل هاد السيجات، راه جات راه فرتوته ما بقى ساهل ليا. المهم ها هي اللبسه، ها هي وحتى تشوفوها ان شاء الله في مولاها. ايوا صافي عنده البرود كان ديالو هو، ما شريتو ليه جديد حيتاش عنده ديال النيت بحال هاد اللون، شي حاجه كلاس. ايوا صافي هادشي. المهم شريت البنات هاد لي بلاطو، شريت منهم اربعه وداكشي باش نقاد فيهم. خديتهم هادو حتى هما من المدينه، هادو باش نصاوب فيهم داكشي، داكشي اللي قدرنا عليه الله دابا نصاوبوهم. ايوا صافي اهم حاجه البنات كي تنقول لكم هو الفرحه بوليداتنا، هادشي هو المهم. ماشي بالضبط خاصنا لي مويان بزاف، ولا خاصنا حتى حنا نديرو العماريه، ولا نديرو نجيبو مكرهناش شكون نجيب. دنيا بطبا جابوها، سعيدة شرف جابوها، انا نجيب اليسا. ايوا ولكن كلو تيمشي البنات على قد جيبو، كلو كيمشي على قد. المهم البنات نفرحو مع صحاباتنا فاميلاتنا الناس اللي عزازين علينا، ونفرحو وليداتنا. والله القسم البنات ما كرهت المتتبعات كاملين. يا اختي جا فيا دداش خلي، ما كرهتكم البنات كاملين والله القسم ما كرهتكم تكونوا. ايوا والله العظيم مره اخرى ان شاء الله، الله يجيب الرزق، الله يخليكم ليا الفاميله، والله يحفظكم ليا. المهم هذا الشيء اللي كاين دغيا صورتو لكم خفن زربان، كانت شي حاجه اخرى نبارطاجيها معكم. المهم ها نتوما معايا كما البنات، انا ديجا بارطاجيت معكم حويجات الوليدات اشنو شريت لهم بمناسبه زعما عيد ميلاد ديال جد، وما بارطاجيت معكم اشنو شريت ليا تقولوا تنسى راسي. المهم اول حاجه البنات خديت هادي، خديت هاد الكسيوه البنات، هادشي خديته من وايكيكي. هاد الكسيوه خديتها من وايكيكي، كتجي هكا طويله فيها النوار والبيج، مهم زوينه وكتجي بحال هكا. كيعجبني هاد الستيل، تيكون شويه بحال لاسبور وكتجي عريضه ماشي بحال ديال الخيط، ما كيعجبنيش الستيل ديالهم. ها هي البنات السي واي كيكي، ها هي البنات كانوا دايرين ليها 219 وردوها ب 159 درهم. ها هي المهم هادي. المهم خديت البنات من كيشوا، خديت معاها هادو ليبا في النوار، تيكونوا سخانين ماشي دوك تيبينوا، تيكونوا سخان. خديتهم من كيشوا هي وهاد الفولا. خديت هاد الشال هذا في النوار حتى هو وهذا ليبا. وخديت هادو، هادي واش ب 80 درهم وهادي ب 60 درهم، ها 59 درهم هي 60 درهم. هذا في النوار هذا. وبالنسبه لهاد المونطو حتى هو خديته من السي واي كيكي، ها هو السي، ها هو السي واي كيكي، خديته ب 650 درهم، 650 درهم. ها هي كيجي زويون البنات وسخيخن، خديته في هذا اللون، كاين في الفير وكاين في الكري، صراحه انا عجبني هذا اللون. هذا اللون قولوا لي كي جاكم نتوما هذا اللون وسخون البنات ديال الثلج. عرفتوا دابا مع بغيتوا لهاد المناسبه، خصوصا دابا مع الوليدات هكا مع المدرسه كتديهم ولا كتجيبيهم، كيكون البرد هنايا عندنا ضروري هكا. المهم هذا حتى نلبس اللبسه كاملها ونوريها لكم كاملها.
ايوا صافي البنات، هادشي اللي خديت بالنسبه للتحضيرات خويتكم بايته كتصاوب هادشي، يعني قلت لكم كلشي في ميزون. صاوبت انا شي حاجه وعاونتني صاحبتي حزتنا، من هنا شكرا ليها، الله يحفظ ليها وليداتها ولهلي خطيها. صافي البنات كلشي صاوبناه هي في الدار، من غير الكاطو ديال لانيفيرسير راه اللي كومونديتو حتى تشوفوه. ايوا صافي البنات ها نتوما معانا، المهم راه كنصور لكم بالكواليس، خليكم معايا.